بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ دواق محمد. نكمل إن شاء الله في هذا التكملة للكور تاع لي ميثود نيميريك. وصلنا للشابتر نيميرو 3 اللي هو انتيغراسيون نيميريك. لو بروبليم دانتيغراسيون نيميريك او كوادراتير بو سي بريزونتي دو دو فاسون ديفيرونت. دونك لهنا راح نشوفوا علاه راح نقراو هاد لي ميثود دانتيغراسيون نيميريك اترافير لي بروبليم اللي راح نشوفوهم. لو بريمي بروبليم علاه نقراو الانتيغراسيون نيميريك، كي تكون عندنا ان فونكسيون اف دو اكس ايكوني بار كالك سين دو سي بوان دو كولوكاسيون اكس اي اف دو اكس اي من زيرو حتى الان كي سون ريغوليرمون اسباسي او نو. Comment fait-on pour estimer la valeur de l'intégrale de f de x dx alors que l'expression analytique de f de x n'est pas connue? C'est vrai que nous devons comme l'autre, égal que c'est de l'intégrale de f de x dx où la valeur n'est pas connue. Par exemple, qu'il égal que c'est de la décharge d'un courant irradié dans une bobine d'inductance est étudiée en mesurant le courant des intervalles de temps réguliers selon dont il suit. Assumons الاي 0 الاي 1 الاي 2 عن طريق لي ميزير الكورون الكتريك. دونك هذا عندنا قيم تاع بجوج من ليكسبيريونس لي ميزير لامبير متر مدلنا لي كورون هذا وقال لك حسب لي الانتيغرال هذا اللي بدا دوب دو في هو لينيرجي يساوي 1 الى 2 ال لانديكتونس اي الانتيغرال تاع اي كاري ديتي والاي ما على بالناش ليكسبريسيون تاعو دونك ما نقدروش ننتيغريه. اوني اوبليجي ليتيليزي لي ميثود دانتيغراسيون numérique. Deuxième problème, on cherche la valeur de l'intégrale définie, f de x dx, lorsque l'expression analytique de l'intégration f de x est connue, mais non sa primitive. Primitive, il y a de la sienne terme. Donc, la fonction est là, deuxième problème, la fonction est ma'rufa, mais de la sienne terme, c'est ma'rufa. Ou de la sienne terme, c'est difficile. Ça y est, mais vous avez besoin d'intégrer, par exemple, là. الانتيغرال تاع من ا ب تاع ليكسبونسيال مو اكس كاري دي اكس راهي صعيبه بزاف باش نقدروا نحلوها بلي ميثود انتيغراسيون باسيون اناليتيك. دونك لا سوليسيون لهاد لي بروبليم هي الحل بطرق لي ميثود دانتيغراسيون نيميريك. لي ميثود دانتيغراسيون نيميريك راح نشوفوهم ان شاء الله. كاين تروا ميثود راح نشوفوهم هو لا ميثود ترابيز لا ميثود دي سيمبسون اي لا ميثود او دي كوادراتير دو غوس. هنا في الدي بي هذا تاع لي ميثود سامبل اللي راهم دو بوان اللي مش راح نمشيو بهم راح نبداو في لي ميثود هذو بوتي اباك لا ميثود دو ترابيز ولا ميثود دو سامبسون جينيرالي. هذا في حال دو بوان كيكونوا عندنا دو بوان اكس 0 اكس 1 نابليكيو هذا لا ميثود دو ترابيز سامبل ولا نابليكيو لا ميثود دو la méthode de Simpson la plus simple في حال التروبو. هذا هما القوانين مي هذا راه بطوطي اباك مي شي راه نشوفو هو هذا شي دوك لا ميثود لا ميثود كومبوزي. في لا ميثود كومبوزي روح ديريكت لهنا لا فورمول دي ترابيز جينيرال هذا هو القانون اللي مادابيك نتحفظوه اللي هو دونك هذا القانون جينيراليزي في الترابيز اللي راح تحفظوه وراح نشوفو واحد في لا ميثود دو سامبسون واحد في لا ميثود دو كوست. ترى ثلاث حوايج لازم تهزوهم. دونك في لا ميثود دو ترابيز جينيراليزي هي الانتيغرال تاع اف دو اكس دي اكس كي تكون عندك هذه و اكس محصور من اكس 0 اكس ان هو اش على 2 في اف دو اكس 0 زائد اف دو اكس ان زائد 2 فوا لاسون دو اف دو اكس. دونك باش تحفظوه ساهل هو اش على 2 في اف دو اكس 0 القيمة الأولى زائد القيمة الأخرى تاع اف دو اكس ان زائد 2 في المجموع اللي ما بيناتهم اف دو اكس ان والاش يساوي اكس ان ناقص اكس زر على ار على ان. نقدر نحسبه بالطريقه ولا نحسبه هو اش هذا نقدر نحسبه اكس اكس ان ناقص اكس زر ولا اكس دو ناقص اكس ان هو لو با والخطوه اللي يمشي بها اكس. وفورميل دو سامبسون جينيراليزي هذه هي فورميل دو سامبسون جينيراليزي هي نفس هذا القانون برك. الانتيغرال تاع اف دو اكس دي اكس هو اش على 3 في اف دو اكس 0 زائد اف دو اكس ان زائد 4 فوا لا سوم دو اف دو اكس اي اي امبير زائد 2 فوا لا سوم دو اف دو اكس اي اي بير بير يعني زوجي و امبير يعني فردي والاش نفسه كيما قانون اون ترابيز.
توضيح هنا برك لا سوم دو اف دو اكس اي اي امبير هي اف دو اكس 1 اكس 3 اكس 5 الاي امبير اي عدد فردي دونك اكس 1 اكس 3 اكس 5 حتى الاكس ان ناقص 1 والان لهنا هذا لازم تكون دوافتاتر اوبليغاتوارمون بير لازم تكون ان كيما يدوها تكون عدد زوجي لا سوم دو اف دو اكس اي اي امبير عدد زوجي طول x2 x4 x6 x8 x10 etc نمشيو بالعدد الاي عدد زوجي فورمول دو كوادرات دو لوبوس هذه هي لا ميثود الاخرى الانتيغرال تاع اف دو y دي y يساوي بي ناقص ا على 2 فوا لا سوم دو ا اي اف دو y اي و y اي هذه واش تساوي هي بي زائد ا على 2 زائد بي ناقص ا على 2 فوا x اي و les x اي سون لي راسين دو بولينوم دو ليجوندر هادو معطى نعطيكم فيديو لهذا حتى كي نمد لكم في التيدي ولا في الامتحان راح نمد لكم انا اللي نمد لكم هذه القيم هذه كي نقول لك عندي الان يساوي 2 لازم نمد لك هذه القيم هذه كي نمد لك عندي 1 لازم نمد لك هذه كي نمد لك عند 4 لازم نمد لك هذه القيم لازم نمد لك في كل حالات نمد لك هذا الطابو مي القانون هذا لازم تهزوه انتوما بي ناقص على 2 فوالا الصوم دو ا اف و اف اي و اي هاي واش تساوي والقيم تاع اكس ال ا وال بي هما لي بورن تاع الانتيغرال هما اكس 0 ال ا هي اكس 0 وال بي هي اكس ان ان وال اكس اي راهم موجودين في الطابلو هذا هنا ليرور دانتيغراسيون ما عندوش لهنا ماش راح نشوفوا ليه بزاف في هنا وهنا درنا كومباريزون ما بين لا ميثود دو ترابيز ولا ميثود دو سامسون ومن بعد خرجت في النهايه كملخص خرجت لاخر لا ميثود دو سان لا ميثود دو سامسون راهي بلي بريسيز كو لا ميثود دو ترابيز بالمقارنه كي تشوف المقارنه تلقى بلي لا ميثود دو سامسون لا ميثود دو ترابيز لا ميثود دو سامسون بلي بريسيز وذكرنا في هذه الحالة برك كيكون لاخر سوسي ايفري انيكمون هو ان نومبر دانترفال ان تري سوبيريور ا كون سون نومبر اي فابل تيبيكمون كيكون الان اقل من 10 لا ميثود ترابيز تكون خير من لا ميثود دو سامسون مي كي تكون الان اكبر من 10 من 10 طلاب من 10 طلاب تكون سامسون خير دونك درنا حتى هنا اكزامبل ليكزامبل هذا لا ميثود ديريكتون هي لا ميثود الاولى هذيك لا بلي سامبل اللي مش راح نابليكوها نهائيا لا ميثود ترابيز اللي رو تاعها 1 على ان كاري 75.00 في لا ميثود سامبل 75.30 لا بريسيزيون تاع لا ميثود سامسون اكبر من لا ميثود Cet exemple de résultat exact n'est pas connu car l'expression analytique de f de x n'est pas connue. Et là, la comparaison de l'erreur de trapèze ou Simpson, etc. Exemple d'application. Exemple d'application car les intégrales. En utilisant le tableau ci-dessus pour calculer l'intégrale de f de x de x, mais nous avons 1.8. Par la méthode de trapèze généralisée avec n égale 4, la méthode de Simpson généralisée avec n égale 4. On a x et f de x. On utilise la méthode de quadrature de Gauss avec n égale 2 pour trouver la valeur approximative. On a la méthode, l'exemple, on a la méthode de quadrature de Gauss. يعني لا ميثود دو ترابيز ولا ميثود دو سامسون سون دي ميثود تري تري سامبل هادي هي اللي فيها شويه الاشكال نحاول نحلوها مع بعض اف دو اكس دي اكس تاع سينس الانتيغرال تاع سينس دونك نبداو لا ميثود دو ترابيز ترابيز جينيراليز اش على 2 من 1 حتى 1.8 دونك h على 2 f دو x0 زائد f دو x4 زائد 2 فوا لا صوم دو f دو x اي h يساوي 1.8 ناقص 1 على 4 يساوي h يساوي 0.2
طيب دونك ندو الانتيغرال 0.2 دونك الاتش هو 0.2 على 2 ابدو اكس 0 هاي 1.543 زائد اف الاخرى 3.107 هاي حتى هنا زائد 2 في المجموع اللي ما بيناتهم اللي ما بيناتهم اللي ما بين القيمه اللي كانوا الاخرى هي 2 في 1 هذه زائد هذه زائد هذه كما درنا هنا نلقاو النتيجه هنا تري بيان لا ميثود دو سامسون جينيرالي افيك ان ايغال 4 عندنا الانتيغرال تاع اش على 3 فوا اف دو اكس 0 زائد اف دو اكس ان زائد 4 فوا امبير اكس 1 اكس 3 2 في اف دو اكس 2 في المجموع تاع اللي راهم بير دونك لهنا اف دو اكس 0 هذه هي اف دو اكس ان اللي هي الاخرى زائد 4 اللي الان تاعهم اف دو اكس 1 في اكس 3 اف دو اكس 1 هي هذه و اف دو اكس 3 هي 1.111 زائد 2.577 ها كما هي زائد 2 اللي اف دو اكس 2 اكس 2 هي هنا اكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 2.2 في 2.151 اي نلقاو تجمع توسط لقاو النتيجه pour n égal روح للاخر دوزيام كيستيون دونك لهنا في هذه عندنا بريمير دوزيام كيستيون لا ميثود دو كوادراتير دو غوس لا ميثود دو كوادراتير دو غوس ان ايغال دو اون اكس 1 جبناهم الطابلو و اكس 2 يساوي و هذا معطى انا اللي نعطيهم نجدو لهذاك اللي عند الان يساوي 2 الانتيغرال تاع اف دو ايكغيك دي ايكغيك دونك بي على 2 ناقص 0 على 2 في ا 1 اف دو ايكغيك زائد ا 2 فوا اف دو ايكغيك 2 ايكغيك اي واش يساوي بي زائد ا على 2 زائد بي ناقص ا على 2 فوا اكس اي ايكغيك 1 دونك يساوي بي على 2 زائد نابليكيو نعوضو التعويضات فقط ايكغيك 1 تخرج لنا هكا ايكغيك 2 نلقاوها بالطريقة هذه اف دو ايكغيك ا و اف دو ايكغيك دو نلقاوهم بالطريقة اف دو ايكغيك ا نعوضو ايكغيك ا في لا فونكسيون نلقاوها هاد القيمة و اف دو ايكغيك دو نلقاوها بهاد القيمة الوغ نابليكيو كلش دونك بي على 4 في هاي نجمع لهنا ا اف و اف دو ايكغيك ا دو فو تخرج لي 0.985 اوكي تشوفوا كي انتيغريو هذا دونك الانتيغرال تاع سينس اكس دي اكس من صفر لبي على 2 هذا يساوي هذا القيمه طيب نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا وهذا هما هذا هو الكور تاع الانتيغراسيون نيميريك و دونك هذا في حاله الانتيغرال دوبل مش مقرر علينا نكتفيو بهذا الانتيغراسيون سامبل انتيغرال سامبل في حاله لا ميثود دو ترابيز ولا ميثود دو سامسون ولا لا ميثود دو كوادراتير دو غوس وسهلا وبالتوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.